مرحبا بكم في هذا الدرس حول أساسيات عملية الجمع. أعرف ما يمكن أن تقول، الجمع لا يبدو أساسيا بالنسبة لي حسنا. أتمنى مع نهاية هذا الدرس أو خلال أسبوعان من الآن أن نتعرف على الأساسيات في الجمع، ولنبدأ ببعض المسائل. لنبدأ بمسألة بسيطة، 1 زائد 1. أعتقد أنكم تعرفون كيف تفعلون ذلك، ولكن سأريكم طريقة كيفية فعل ذلك في حال أنكم لا تتذكرون أو لا تعرفون كيف تفعلون ذلك. حسنا، إذا كان لدي 1 ولنسمي ذلك أفوكادو، حبة واحدة، ثم أعطيتني أنت حبة أخرى، أرسمها هنا. كم حبة أفوكادو أصبح لدي الآن؟ لدي 1 2. لدي حبتان أفوكادو، إذا 1 زائد 1 يساوي 2. أعرف ما تفكرون الآن، ذلك كان سهلا جدا. إذا سأعطيكم مسألة أصعب قليلا. أحب الأفوكادو على فكرة. دعونا نستمر الآن. ما هو 3 زائد 4؟ أعتقد أن هذه مسألة أصعب قليلا. لنستمر مع الأفوكادو. إذا كنتم لا تعلمون الأفوكادو فهو نوع من الفاكهة اللذيذة، أكثر الفاكهة دسامة. لم أفكر أنها فاكهة إلا عندما جربت واحدة. إذا لنقل أن لدي 3 حبات من الأفوكادو، 1 2 3. ولنقل أنك أعطيتني 4 حبات أفوكادو أخرى. دعوني ألون هذه ال4 باللون الأصفر حتى تميز أنها الحبات التي أعطتني إياها. إذا 1 2 3 4. إذا ما مجموع حبات الأفوكادو لدي الآن؟ 1 2 3 4 5 6 7 حبات أفوكادو. إذا 3 زائد 4 يساوي 7 حبات أفوكادو. الآن سأقدم لكم طريقة أخرى للتفكير. حقيقة هذه الطريقة التي أفكر بها في عقلي عندما أنسى إذا لم أحفظها. إذا على خط الأعداد أقوم بكتابة الأعداد أو أعداد كافية للتعامل معها. العدد الأول هو 0 كما تعلمون، أو ربما لا تعلمون ولكن أنا أعلم. ثم نكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونستمر 11. إذا نقول 3 زائد 4. إذا لنبدأ عند 3. لدي 3 هنا، وسأقوم بإضافة 4 لهذه 3، والذي سنفعله هو أن نتحرك 4 خطوات إلى اليمين على خط الأعداد. إذا أتحرك 1 2 3 4. إذا ما فعلناه هو فقط زيادة 1 2 3 4 وانتهينا عند 7، وهذا هو الناتج. لنقوم بمسألة أخرى. لو سألتكم ما هو 8 زائد 1، ربما تعرفون ذلك لأن جمع 1 هو الرقم التالي، ولكن لنرى ذلك على خط الأعداد. لنبدأ عند 8 ونتحرك خطوة فنصل إلى 9. إذا 8 زائد 1 يساوي 9. لنقم بمسائل أصعب. وفقط للمعرفة، إذا كنتم متحيرين من ذلك يمكنكم دائما رسم دوائر أو استخدام خط الأعداد، وكلما تمرنتم ستستطيعون حفظ النتائج وحل المسائل بالنصف دقيقة. أعدكم بذلك، فقط استمروا بالتمرن على المسائل. دعوني أرسم لكم خط الأعداد وسأحاول رسمه بشكل جميل. انظروا إلى هذا الخط، أعتقد أنه جميل. ما رأيكم؟ هذا خط جميل، لا أريد أن أمحاه أبدا. الآن دعوني أكتب الأرقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. سأستمر 14 15. إذا لنقم بمسألة صعبة. ما هو سأقوم باستخدام لون مختلف الآن. 5 زائد 6. إذا أردتم يمكنكم أن توقفوا الدرس وتجربوا ذلك بأنفسكم، بسبب أنني أقول أنها مسألة صعبة لأن الأعداد هي أكثر من عدد أصابع اليدين، وبالتالي لن تستطيع عدها على أصابع يديك. إذا لنبدأ بحل هذه المسألة. نبدأ من 5 هنا على خط الأعداد، ونريد أن نضيف 6 لها: 1 2 3 4 5 6. وصلنا للعدد 11، إذن 5 زائد 6 يساوي 11. الآن سأسألكم سؤال: ما هو 6 زائد 5؟ يمكن أن نستبدل أماكن الأعداد في عملية الجمع، ولكن ستبقى النتيجة نفسها. لنجرب ذلك على خط الأعداد. سأستخدم لون مختلف حتى تستطيعوا أن تميزوا هذه المسألة. نبدأ من 6، نتحرك 1 2 3 4 5. إذا وصلنا للعدد نفسه وهو 11. يبدو أننا سنصل إلى النتيجة بغض النظر عن ترتيب الأعداد في عملية الجمع، ف5 زائد 6 هي نفسها 6 زائد 5، أي أن لو كان لدي 5 حبات من الأفوكادو وأعطيتني 6 سيكون المجموع 11، ولو كان لدي 6 وأعطيتني 5 سيكون الناتج أيضا 11. هذا خط الأعداد جميل. سأقوم بمسألة أخرى، ولكن حتى لا أحيركم سأستخدم لون آخر، لأستخدم الأبيض. فلو كان لدي مثلا 8 زائد 7. حسنا، إذا كنتم لازلتم تستطيعون قراءة خط الأعداد سأستخدم اللون الأبيض من 8 وأتحرك 1 2 3 4 5 6 7. 7 خطوات وصلنا للعدد 15. إذا 8 زائد 7 يساوي 15. أتمنى أن هذه المسائل تبدو منطقية وتستطيعون التعامل معها لاحقا، وقد نتعلم عمليات الضرب لاحقا، لكن هذه المسائل الرياضية تحتاج لمزيد من التمرين. ربما الآن تجدونها أو صعبة قليلا، فيمكنكم البدء بحفظها، وربما بعد 3 سنوات من الآن عندما تشاهدون هذا الدرس مرة أخرى ستكتشفون بأن الأمر كان سهلا جدا، لأنه سوف تتعلمونه بسرعة كبيرة. إذن في كل الأحوال أعتقد أن لديكم الآن فكرة كافية حتى تعرفون الإجابة على مسائل الجمع التي تناولناها. فقط يمكنكم أن ترسموا دوائر ثم تقوموا بعدها، أو يمكنكم استخدام خط الأعداد كما فعلنا في هذا الدرس. أظن أن لديكم القدرة الآن على أن تعالجوا مسائل الجمع، وأترككم لتستمتعوا